بيشتغل جوه المجال ده مؤمن ان احنا اي عمل بنقدمه بيأثر في ذوق الناس. فما دام هيأثر في الناس يا اما هيأثر بإيجاب يا اما هيأثر بسلب. فبقدر الامكان ببقى مراعي نقطه ان انا ما اختارش كلام او 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 طريقه اداء ممكن تجرح ودن مستمع او ذوق مستمع او عين مستمع. يعني حتى في الكليب عندي مثلا عندي مجموعه من الدانسرز كانوا موجودين في الكليب. يمكن انا اخذت مشاهد قليله جدا ليهم اللي هي تخدم الفنيات بتاعت الكليب اكتر من ان هو يبقى بنات حلوين بيرقصوا. انا قصدي او بنات لابسين لبس ملفت. يعني ركزت جدا في ان اللبس يكون الى حد ما يعني هي جت موضة العري دي في بداية الألفينات قعدت سنة سنتين ثلاثة وبعد كده الناس بدأت تزهق من الفكرة دي وبدأت تزهق من الشكل ده لأنه بقى سهل جدا وبقى أي واحدة عايزة تشتهر خلاص شهرة تساوي لعي وكل ما واحدة تقلع أكتر كل ما تشتهر أكتر من اللي قبلها. ففكرة إن أنا طول الوقت شايف واحدة قلعة طب ما هو أوكي الكلام ده موجود في الكليبات الأجنبية موجود في الكليبات بتاع بره لكن هم ليهم تقاليد تانية ليهم مقاييس تانية وانا اقدر اقبل ده منهم لكن ما اقدرش اقبله من يعني من 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 مطربة هنا في عربية يعني صعب لان احنا برضو بيوتنا ليها قيم وليها اخلاقيات تانية غير الناس بره خالص. وشوشة الموقع الفني الاول في مصر رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل الاشراف العام احمد الهوادي www.washwasha.org